اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. طبعا سد النهضه وعوده مفاوضاته من جديد امر مهم جدا وضروري نتناول كل تفاصيله والحديث عنه. امس دعا مجلس الامن الدولي في اجتماعه مصر والسودان واثيوبيا الى استئناف المفاوضات بشان سد النهضه عبر الوساطه الافريقيه، وطلب الدول الثلاث بالعمل على انجاز اتفاق ملزم ومقبول بشان سد النهضه وباسرع وقت ممكن. بالتأكيد دعوة هامة للغاية، خصوصا بعد فترة من التوتر شهدتها المفاوضات خلال الفترة الماضية، وكمان ردود هامة من مصر والسودان ومن الجانب الإثيوبي. هنتابع كل التفاصيل الخاصة بها مع زميلنا أحمد جمعة مسؤول ملف الخارجية باليوم السابع. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أستاذ هشام وكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. يعني في البداية شفت إزاي دعوة مجلس الأمن للأطراف الثلاثة لاستئناف المفاوضات من جديد بعد يعني جولات طويلة من الجلسات والمباحثات والمفاوضات؟ بعد التحية، يعني ما يميز البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس هو بيان صدر بالإجماع وهو ملزم، لم تعترض عليه أي من الدول في هذه المنظمة الدولية. البيان واضح وصريح ويؤكد على ضرورة استئناف العملية التفاوضية والمسار التفاوضي في إطار تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في إطار زمني محدد واضح. كان يعني ما يعيب المفاوضات السابقة أنها كانت تجري من دون وضع سقف زمني وعدم العملية التفاوضية، لذا شدد مجلس الأمن في بيانه الملزم لكافة الأطراف على ضرورة استئناف العملية التفاوضية. ومن ثم تحركت الكونغو في نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية قام بجولة إلى القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لحث الدول الثلاث وتشجيعهم على استئناف المسار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة عدد من المراقبين. مصر يعني تؤكد عبر يعني دبلوماسيتها أنها متمسكة بالحل السياسي حتى هذه اللحظة، وأنها لن تلجأ إلى أي إجراءات أخرى من شأنها أن يثير زعزعة الأمن والاستقرار. صحيح، ده الموقف المصري والرد المصري من هذه المفاوضات. خلينا برضو نستعرض مع المشاهدين ردود الفعل بشأن هذه الدعوة من الأطراف الأخرى. كلمنا برضو عن ردود الفعل الخاصة بالسودان وإثيوبيا. نعم، يعني الكونغو جاءت أو سلمت القاهرة واحدة خطوط إليها يمكن الاستناد عليها في العملية التفاوضية المستقبلية المزمنة فيها خلال أسابيع من الآن. سيتم الاتفاق على جدول زمني لأن يعني رئاسة الكونغو للاتحاد الإفريقي ستنتهي خلال عدة أشهر، وبالتالي يمكن جدول زمني محدد وجدول الذي سيتم التشاور والتناقش حوله بين الدول الثلاث. لكن مصر تريد تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشكل كامل، هذا البيان ينصر الوقت بشكل كبير. مصر لا تريد أن تقوم إثيوبيا بأي إجراءات حادية خلال هذه الفترة، هذا من شأنه أن يعيق العملية التفاوضية والمسار التفاوضي. الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي لا زالت متمسكة بالخيار السياسي والدبلوماسي، تعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لموقفها الداعي للتوصل لاتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة حتى هي تتحقق يعني التنمية لإثيوبيا، وأيضا تحقق مصر يعني أمال شعبها في ألا يكون هناك حالة من القلق من وجود شح مائي أو حالة من الجفاف، لأن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تؤثر على أمن مصر المائي، وبالتالي مصر تتحرك في كافة المنظمات التي تنخرط في عضواتها سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو حتى الجامعة العربية لحشد من داعم لرؤيتها ورؤية السودان بالتأكيد، لأن السودان سيكون المتضرر الأكبر حال أقدمت إثيوبيا أو استمرت في النهج الأحادي في عملية ملء وتشغيل سد النهضة. طيب في رأيك هل ممكن نوصل في نهاية هذه المفاوضات لحلول تضمن حق مصر في مياه النيل بعد طبعا يعني احنا بنتكلم في ضوء الكثير من المفاوضات والكثير من الجلسات الخاصة بالتأكيد بمجلس الأمن؟ نجاح أي مسار تفاوضي يعني مرهون بمدى وجود إرادة سياسية حقيقية بين الدول الثلاث. حال توفرت هذه الإرادة السياسية، حال رغبت هذه الدول في إنجاح المفاوضات ستنجح، لكن أن يلجأ أي طرف من الأطراف إلى فكرة التفاوض من أجل التفاوض، التفاوض من أجل كسب الوقت، هذا ينجح أي مسار تفاوضي. إذن يجب
ان تتوافر هذه الاراده والنوايا الصادقه، وهو ما اكد عليه وزير الخارجيه سامح شكري اليوم في مؤتمر صحفي مع وزير خارجيه الكونغو، ضروره توافر الاراده الحقيقيه، ضروره وجود ضمانات حقيقيه، ضروره وجود سقف زمني في هذه العمليه التفاوضيه، وعدم التعامل مع هذا الملف وهذه القضيه الهامه جدا لابناء الشعب المصري من منطلق حسن النوايا، مبدا حسن النوايا يحترم، لكن لابد ان يكون هناك ضمانات حقيقيه وواضحه تلتزم بها كافة الأطراف، وهو ما أكد عليه أيضا وزير خارجية الكونغو في المؤتمر الصحفي على أن الكونغو ستضع سقف زمني لهذه العملية التفاوضية، وسيكون أيضا هناك ضمانات مشاركة المراقبين الدوليين. صحيح، وإحنا بالتأكيد هنتابع كل التطورات والتفاصيل الخاصة بهذا الملف أول بأول. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا أحمد جمعة مسؤول ملف الخارجية باليوم السابع على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك وكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. شكرا أستاذ هشام. شكرا لكل متابعي تلفزيون اليوم السابع على متابعتكم لنا في هذه التغطية، وإلى اللقاء.